بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. كل إنسان في الحياة كما أن الله رزقه العافية كذلك معرض لسلب العافية أو الامتحان بالعافية. فمرة يسلب العافية فيقع في المرض، ومرة يبتلى حتى يفحص أهو شاكر لله وصابر أم هو على غير صبر وشكر. العافية تحتاج من الإنسان إلى شكر، والبلاء يحتاج من الإنسان إلى صبر. هذا بالنسبة لجميع الخلق. أما أهل الفضل وأهل الكمال والكرامة فالعافية لهم تحتاج إلى صبر، والبلاء يحتاج إلى شكر ورضا. وهذا خلاف ما عرفه الناس. العافية تحتاج إلى صبر، والبلاء يحتاج إلى شكر ورضا. كيف يكون ذلك؟ الإنسان في حال الصحة والعافية يحتاج إلى شكر العافية عند كل الناس، يقول الحمد لله، والله متفضل علينا ومنعم علينا، والحمد لله على نعمة الله، يشكر الله على نعمة العافية. أما عند الكمل من أولياء الله العافية بلاء، لأن الإنسان يغتر بها، وغرور الإنسان بالعافية يوقعه في كثير من العجب أو من نسيان النعم. عندما يغتر بالعافية يرى أنه سيعيش مديدا، ويرى أنه في الحياة ذو قوة وصحة، نسي أن القوة بيد الله وأن العافية بيد الله. والله تعالى أخبرنا فقال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فسواء استغنى بالمال أو استغنى بالعافية. فلذلك أهل الكمال عند العافية يحتاجون إلى صبر على النفس لئلا تغتر بالعافية ولئلا تغتر بالزمن. فالعافية لا تدوم، فدائما يصبرون على مخالفة نفوسهم وعلى مخالفة أهوائهم، فيسألون الله دوام العافية، ويسألون ثبات العافية، ويسألون الشكر على العافية. وأما البلاء فالناس ينظرون إليه أنه من الله تعالى، لكن يحتاج إلى صبر. الآلام والأوجاع والأمراض بده يصبر عليها، هذا حال الناس أكثرهم. أما حال أهل الكمال فعندما يبتلى بالبلاء يعلم أن البلاء هو فحص وامتحان، فلذلك نجدهم دائما
يشكرون الله على البلاء لأنه يمحو الذنوب ويكفر السيئات ويرفع الدرجات. فإذا ابتلي أحدهم تجده في بمنتهى الرضا عن الله، راضي عن الله، شاكر لله مع البلاء، لأن البلاء طهرة للمؤمن. الله يبتلي الإنسان ليطهره من الذنوب والخطايا والنقائص. فصلى الله على سيدنا محمد الذي علم الناس الرضا عن الله، كيف يرضون عن الله. فإذا الإنسان ابتلي بأي بلاء في الحياة، ابتلي، فليعلم أن البلاء فحص وامتحان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم يعني ليمتحنكم أيكم أحسن عملا عند البلاء، عندما بيصيب البلاء، فهل أنت راضي عن الله وشاكر، أم أنت تئن وتشكو الله إلى الخلق ليبلوكم. وقال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين على البلاء، أما الراضين فبشرهم برضوان الله. والله تعالى يرضى على العبد عندما يرضى العبد على تقدير الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن أراد أن يدرك رضاء الله فليرضى بتقدير الله، سواء كان التقدير مرا أو كان التقدير صبرا، فعليك أن ترضى بقضاء الله وقدره. وأشد ما في البلاء والمرض، أشد ما فيه الموت، أشد البلاء الموت. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما أدركه الموت بكى، فقالوا له: على ما تبكي يا أبا هريرة؟ قال: أما والله لا أبكي على دنيا فاتتني ولا على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد السفر وقلة الزاد. سفر طويل بعيد، والزوادة قليلة، فشلون ما بدي أبكي وإني في صعود؟ هلا بدي أصعد إلى الله، بعد الصعود في نزل، فلا أدري أأنزل إلى جنة فأهنى أم إلى نار فأعزى، مالي عرفان حالي. فهنا الواجب على المسلم إذن أن يقابل الله بالرضا عن البلاء، والحمد لله على كل حال، ولا يشكو إلى الناس قلة الزاد. هذه كانت أخلاق الناس عامة، حتى أنهم رأوا أعرابيا في النزع، فالأعرابي قالوا له، لما أتوا الأطباء قالوا له: إنك ستموت، يعني هذا مرض ما في منه شفاء. فقال: إلى أين أذهب؟ يعني بعد الموت وين الروحة؟ طمنوني روحتي لو إمدى تكون. قالوا: إلى الله تعالى. وأن مردنا إلى الله، لنرجع إلى الله. فقال: إلى الله؟ نعم إلى الله. فضحك
خير؟ قال كيف أكره أن أذهب إلى من أرى لا أرى منه إلا الخير في كل حياتي، كل حياتي رأيت منه الخير، هل إذا رحت لعنده لا حشوف غير الخير؟ فكله كله خير وكله رحمة وكله عفو وكله صفح، فكل حياتي ما رأيت منه إلا خير، هل إذا رجعت لعنده بيقابلني بغير الخير؟ هذا ابني الإنسان في الحياة. فإذا أصاب الإنسان مرض يقال له عند الناس مريض، شو منسميه؟ مريض، سواء كان البلاء صغيرا أو كبيرا يقال له مريض. هذا المريض في الإسلام له آداب، من سلك آداب المريض انتفع في دينه ودنياه واكتسب الخير في حسناته ومحيت عنه سيئاته. إذا عرف أدب المريض، هل لك أن تزور مريضا أم لا؟ لو عرف الإنسان ماذا عند المريض لما ترك مريضا إلا وعاده. الله عز وجل يوقف العبد بين يديه فيقول له عبدي مرضت فلم لم تعدني، فيقول العبد تباركت ربي وتعاليت وكيف تمرض وأنت رب العالمين. هي ما أعرف أن الله بيمرض، تعالى الله عن ذلك، كيف مرض؟ فقال أما سمعت بفلان أنه مريض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. لأن المريض دائما في مرضه يتقلب وهو يئن ويعن، دائما بيذكر الله يا الله يا الله يا الله دائما، والله تعالى جليس من ذكره، فلو عدته لوجدتني عنده، لأن المريض مكسور الخاطر وهو يذكر الله، فالله تعالى جليسه. لذلك المطلوب من المسلم زيارة المريض، فالمريض إذا أردنا أن نزوره له آداب، علينا أن نعمل بآداب المريض حتى نكتسب الأجر عند الله تعالى. وهذا كما مر معنا في حديث حق المسلم على المسلم خمس، من جملتها عيادة المريض، هذا حق على كل مسلم أن يعود أخاه المريض. ما عم نقول زيارة المريضة، المريض شو يقال لها؟ عيادة. أما الصحيح إذا رحت لعنده شو اسمها؟ زيارة. الصحيح له الزيارة والمريض له، ما الفرق بين الزيارة والعيادة؟ الزيارة إذا زرت أخاك المسلم ما يقدم لك فهي كرامة منه إليك، أما المريض إذا عدته ما يقدمه لك فهو ذهاب من أجرك، ضياع من أجرك وحسناتك. هذا الفرق بين الزيارة وبين العيادة. فلما بتزور الصحيح قدم لك طعام، قدم لك شراب، قدم لك كساء، أراد يدللك فلا مانع منه أبدا، بدك تقبل منه لأن كل ما يقدمه تكريم لك. أما المريض فكل شيء يقدمه إليك سواء كان مأكولا أو ملبوسا فهو ذهاب لأجرك، ما لك فيه ثواب مطلقا، راحت ثواب الأجر إذ العيادة أبدا. اثنين، الزيارة، زيارة الصحيح في طريقك إلى زيارة أخيك يلقاك ملك، وهذا الملك يقول لك لماذا تزور أخاك؟
لله. فالله عز وجل يبعث الملك فيكتب لك الحسنات في زيارة أخيك المسلم. أما عيادة المريض فطريقك ذهابا وإيابا يكتب لك بساتين في الجنة، بساتين في الجنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بزيارة المريض، قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يعني الطريق يكتب ذهابا وإيابا، روحا رجعا. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها يعني قطف السمر، سمرها مستوي. وخرفة من المخارف، مخارف الجنة بساتينها من الأشجار، أشجار النخل أو غير الأشجار. فبساتين الجنة. أديش الطريق معك روحة رجعة؟ كيلو متر روحة وكيلو متر رجعة، فلك 2 كيلو متر في الجنة. 2 كيلو متر في الجنة، هذا مجرد الروحة والرجعة. أما شو في بها الروحة والرجعة؟ نشوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في ذهابك إلى المريض وعودتك منه. أديش طريقك؟ هاي بساتين في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني صباحا، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. لو ملك واحد دعالك ما بكفي؟ 70,000 ملك حتى يمسي. وصلاة الملائكة دعاء واستغفار، فيطلبون الله من الله رحمة لك ومغفرة. 70,000 ملك من على بكرة لعشية عم يشتغلوا بزيارتك لعند المريض. وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. شو الخريف؟ بستان في الجنة. هذا إذا عاد المريض بستان في الجنة. وصلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة قال: لقيد صوت أحدكم في الجنة. الصوت العصاية اللي بيضرب فيها الدابة، يعني عبارة عن شافة خشبة طول الضراع. قال: لقيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا قد ضراع بالجنة، خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان لك بستان في الجنة، البستان قديش طوله؟ قديش عرضه؟ على مسافة روحتك لعند المريض. قديش المسافة؟ فمسافة 2 كيلومتر، فإلك 2 كيلومتر، ما على كيلومتر تبع أرضنا، على حساب الله، ما على حسابك. حساب الله: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالكيلو المتر هون قديش بيطلع هنيك يا ترى؟ بيطلع 1,000 كيلومتر يا ترى. فهذا يا ابني بستان في الجنة على حساب الله، ما على حسابك. هذا إذا عدته. فلو المسلم عاد في الجمعة مريض واحد، في الجمعة مريض واحد،
بالشهر كم مريض بيعود؟ 4 مرضى بالشهر. فإذا كل مريض كان كيلومتر، روحة كيلو ورجعة كيلومتر، معناتها الأربعة بقديش بيطلعوا؟ 8 كيلومتر. كيلومتر 8، كيلومتر قديش؟ 1000 متر. يعني بالنسبة للأرض 1000 متر قديش بيطلعوا؟ دنم. يعني دنم يعني إلك بكل شهر قديش؟ 8 دنم أرض. خلينا نعاملكن على الأرض اللي عنا، مبنى على الآخر هون، 8 دنم، 8 دنم أرض، كم شجرة بيزرعوا؟ بالدنم بينزرع أقل ما يكون، بالدنم بينزرع ما بين 150 و180 شجرة، هذا بالدنم. إذا زرعهم وبين كل شجرة وشجرة عبارة عن 6 أمتار، بده حول 180 شجرة. بالسنة كم دنم؟ إذا بالشهر 8 دنم، 96 دنم، قريب 100 دنم. يعني هذا بيأدي بالسنة 100 دنم أرض. كم شجر نزرع لك؟ 18 ألف شجرة. هذا كعيادة مريض فقط، ها كعيادة مريض فقط. 18 ألف شجرة. البستان ما بيطلع مثل هون وجوبر، ها بيطلع. هذا غير التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل واحدة عم تزرع لك شجرة، كل واحدة بشجرة. فلو كان كل يوم عم تسحب 100 مرة، كم شجرة عم ينزرع؟ 400 شجرة. 400 شجرة هدول كل يوم. هذا وبعد الصلاة، بعد الصلاة 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و33 أو 34 الله أكبر، 100 صاروا 500. ما هي 500 شجرة كل يوم. بالشهر 15 ألف، وهنيك قديش صار معك؟ معناتها قديش كم بستان إلك بعمرك؟ كم بستان؟ هي الجنة ابني، الجنة اللي انت بتغرسها في ايدك. اما بتروح لانيك ما في شيء، ما بتلاقي شيء. يلي بتغرسه بتلاقي، جزاء بما كانوا ينامون ولا يعملون. فيلي انت عم تعمله بتلاقي هنيك. لذلك ورد في الحديث ان ادنى اهل الجنة منزلة، اصغر واحد في الجنة، من ينظر في ملكه 2000 سنة. 2000 سنة بيتم بيتفرج على الملك تبعه، هذا أصغر واحد. أنه عم يشتغل، عم يشتغل تسبيح بعد الصلاة وقبل ما ينام وبالطريق وبالروحة وبالجي. هي أحبابي الجنة. فالجنة اللي أنت بتغرسها بإيدك، أنت بتغرسها في وقتك، في طريقك رايح جاي. فهي إذا عيادة مريض قديش إلك، وتسبيح فوق منها قديش إلك، واستغفار. فبيذهب للآخرة فيجد أمامه هذا النعيم المقيم، شجر غرسته بعبادتك وطاعتك، فهو شجر الطيب طيب، وسقي من ماء الجنة. يا سلام. وسمره سمر الجنة، وسمر الجنة لا عجم لها، ما فيها بزر. دقت الخرمة، شو بيسموها؟ دراجين خرمسي. ما هي الخرمة؟ ما فيها بزر. ما هي حلاوة وطرية وما فيها بزر.
هكذا تشبه ثمر الجنة، فثمر الجنة لا قشرة ولا بذرة، وهي أحلى من العسل وأبرد من الثلج وألين من الزبد. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ألين من الزبد وأحلى من العسل، هذا نعمة الله. فلذلك إخواني كثروا من الزرع. هي الشجرة، فإذا كان وانت رايح لعند المريض الطريق روحة رجعة، فإذا روحة رجعة بس كذلك يناديك ملكا من السماء: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء، ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. صار لك مكان في الجنة، صار لك منزل في الجنة لعيادة أخيك. شو عمل؟ راح قال له: كيف صحتك؟ شلونك؟ الله يشفيك ويعافيك، سلام عليكم. هذا مما يتوجه المسلم إليه في الدنيا. هي أول واحدة. احفظوا كم واحدة النبي اللي حيحكي لنا إياها صلى الله عليه وسلم. أول واحدة صلى عليه 70,000 ملك. 2، مشى في خرفة الجنة، يعني صلوا بساتين في الجنة. 3، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. 4، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل يعود مريضا، ما بس مسلم، أي إنسان، أي إنسان، إن أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة. الناس يوم القيامة بتتمنى يا أمي إلى نقطة من الرحمة. أنت عم تخوض خوضان في الرحمة، والتخويض وين بيكون دائما؟ بالنهر الناشئ الخفيف المي، أو على شط البحر. هذا المشي شو يقال له؟ عم يخوض. السلام عليكم. أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة، فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. الله أكبر، ما وصلت لصدره، غمرته، غطته الرحمة. فإذا الرحمة غطتك معناتها أنت غريق برحمة الله، انت غرقان برحمة الله، وغيرك شو في عنده؟ ما عشام مريحة الرحمة. فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة. قال أنس رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هذا للصحيح الذي يعود المريض، هذا غمرته الرحمة، فما للمريض؟ هذا اللي زاره غمرته الرحمة، فالمريض شو مكانته؟ قال: تحط عنه ذنوبه. المرض من فضله على الإنسان أنه يغسل الذنوب غسلا، فلا يقوم من المرض وعليه خطيئة. هذا نعمة. المرض نعمة ولا بلية؟ هذا أكبر نعمة. عم تعمل حمام، الله يرضى عن شيخنا، الله يرضى عنه ويجزي عنا أفضل الجزاء. مرة طلعت أنا وياه زرنا الشيخ سليمان الدوس رحمة الله عليه. الشيخ سليمان كان ساكن عند الكهف، فطلعنا احنا وشيخنا زرنا مريض، كان مرضى ما عم يحسن لا يحكي ولا يتحرك. فطلعنا لما فات شيخنا لعنده قاعد،
قال له شو هالشيخ سليمان؟ قال له ما بتحسن تصبر الا لا تتعافى، يطول بالك، هلا عامل حمام، واحد مريض بيعمل حمام، يطول بالك شو نوف ما عم يقدر. قال له سيدي انا حمام، انا حمام ما قادر انا اتحرك، شو ظن الحمام انو؟ لانه هو وعياله. قال له لا، انا بعرف واحد هيك مريض بيعمل حمام، الله يهديك الله يصلحك. يعني يا سيدي، قال له والله ما عم بحسن اتحرك، يا بس اتحرك، وين حمام؟ فضحك شيخنا الله يرضى عنه، قال له يا شيخ سليمان المرض أما هو حمام للذنوب والخطايا؟ فأنت عامل حمام من الذنوب والخطايا. قال له سيدي والله ما اجت لبالي. قال له كأنه مشغول انت هنيك. مشان يضحك المريض، يخفف عنه، يخفف الألم عنه، انت مشغول هنيك. اما هذا حمام يا ابني، حمام غسلت ذنوبك، غسلت خطاياك، وبتقوم من المرض ولا خطيئة عليك. نعمة من الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. في ناس كتير مساكين، كتير بيكون المرض بلاء عليهم، بيشوفوا المرض، المرض يا ابني نعمة يلي الله ابتلاك في عليك شوية خطايا، ابتلاك. النبي سأل الصحابة قال أتحبون أن تصحوا فلا تمرضوا؟ صحة على طول، تحب تكون صحة على طول من غير مرض؟ أبو عصام السلام عليكم. أتحبون أن تصحوا فلا تمرضوا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أتحبون أن تكونوا كالحمر الضالة، مثل الحمير الفلتاني بالصحراء دائما عما راكدين، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يفارقه وليس عليه خطيئة. هذا البلاء، لذلك إذا الله عز وجل أراد يغسلك يعمل لك حمام، مرة بالرشح، مرة انفلونزا، مرة معدتك، مرة كل سنة بيهزك هزة هزتين مشان تتم نظيف. جل جلال الله، الحمد لله، الله عز وجل يزيدنا قوة وعافية حتى نخدم دين الله، حتى نخدم دين الله زيادة. فإذا المرض نعمة من الله عز وجل. فإذا بدك تروح لعند مريض، في عندنا بعض الآداب رح نحكيها عند ذهابنا للمريض حتى نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أولا، إذا دخلت إلى عند المريض، فالمسلم متى دخل لعند المريض في عليه أدب. الأدب عندما تدخل إلى المريض أن تجلس بجانبه ثم تسأله ما لك، فبيقول لك صدري، بطني، ظهري، بيشكي شو صاير معه، صار معي كذا وكذا. خيرا إن شاء الله، تضع يدك مكان المرض وتدعو له. فإذا حطيت إيدك على المرض ودعيت، تدعي بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أن قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا لم يحضر أجله. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب
العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. عيدوا لشوف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. صعبة هي؟ تنحفظ؟ حفظتوها؟ أسأل الله عظيم رب العرش عظيم أن يشفيك. قال إلا عافاه الله من ذلك المرض. إلا عافاه الله من ذلك المرض صلى الله عليك يا رسول الله. فأنت إذن صرت سبب الشفاء لهذا المريض. لما حطيت إيدك أول ما بتقعد، أول ما بنقعد، كيف صحتك؟ شو صاير معك؟ والله بسم الله اقرأ له الفاتحة. بعد قراءة الفاتحة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. بعد ما بخلص أنت انتهت شغلتك، تقول له ادعي لي، تطلب منه يدعي لك. بيقول الله يجبر خاطرك، الله لا يبليك، الله يعافيك، الله السلام عليكم. دعا لك، متى ما دعا لك فز امشي. صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت على مريض، إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك. قال له ادعي لي. والله أنا ما بيطلع بإيدي. ادعي لي ما بيطلع بإيدي. قال له الله يغفر لك، ما بتعرف تحكيها. مره فليدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. دعاء مين؟ المريض، كدعاء الملائكة صلى الله عليك يا رسول الله. إذن أحبابي بيطلع بإيدكم عند زيارة المريض تدعو له؟ واحد بيقول والله أنا مذنب خطأ، أنا بدي أدعي له. ابني أنت اللي عليك اعمله، تقرأ الفاتحة وبتدعي له الدعاء وتقول له ادعي لي. وإذا أنت مريض ادعي له، قل له الله يغفر لك، الله يرضى عنك. ما بدها أنه ترفع إيديك وبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. أما بعد، يقول الله تعالى ما بدنا تخطب لنا خطبة، قال له الله يرحمك ويغفر لك، ما فيها شيء. فما استطاع الإنسان لا يرد إنسان سأله الدعاء عند الناس مساكين، قال له ادعينا، الله يدعينا ويدعي لك. لك عم يقول لك ادعينا، الله يدعينا ويدعينا. الله بده يسمع دعائك ودعائه، ما بيعرف. لذلك أقل ما يحفظ المسلم ربي اغفر لي ولأخي، هذا أقل ما يحفظ المسلم، ربي اغفر لي وكفي. كلمة ما هي سهلة، كلمة ربي اغفر لي ولأخي، طلبت من الله أن يمحو الخطايا عنك وعنه. فهي كلمة لطيفة خفيفة لكن لها عند الله عز وجل مغفرة الذنوب والرحمة من الله تعالى. فإذا أدنى المريض أولا سألنا، حطينا إيدنا محل الوجع، قرأنا الفاتحة وسألنا الله 7 مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، بتقوم من عند طيب لو زرت الشيخ تدعي له للشيخ ولا ندعي له؟ حط إيدك محل الوجع وادعي. فت مرة لعند شيخنا لقيت امرأة عم تكبس شيخنا، أمية عامية بسر أسماء الله وبسر حبيب الله وبسر العرش وبسر الله يشفيه، وشيخنا قاعد. يعني أنا كواحد هاي بدها تدعي للشيخ يعني؟
صبرت حالي، شيخنا شافني طلع فيه وابتسم، طول بالك يعني أكثر من 7 دقائق وهي عم تقرأ له ونفخت له. شيخنا قال له جزاك الله خيرا، الله يجزيك الخير ويتقبل منك. التفت قدامه حاطط مصاري، قال له خدي هذه هدية، هدية حول 2000 ليرة، خدي هدية. لما طلعت قال لي ابني استغربت، ما هيك انه عم تدعي للشيخ؟ يا ولدي قال لي لا تعلم من له عند الله المنزلة. مين؟ فلعل هذه خير مني ومنك، فلا تشوف انه انت عالم وهي أمية، عم تسأل بأسماء الله وعم تسأل بأسمائه، فانت استسلم اذا دعت ان ترضى بدعائها. سبحان الله، هذا درس عملي. فلا لك انه تدعي، ما دام النبي طلب فادعي. وسورة الفاتحة، سورة الفاتحة مشهورة، جل جلال الله الشفاء بآيات الكتاب، هذا لا شك فيه. قصة أبو هريرة لعل تعرفوا، لما كان بعث النبي مع وفد راحوا إلى بطريقهم، مروا على قرية ما واحد طعماهن لقمة خبزة. لما طلعوا من القرية قالوا لهم دحريشن ولا لقمة، قال لهم هلا الله بيطعميكم طولوا بالكم. طيب هاي طلعنا من القرية ولا واحد، قال لهم طولوا بالكم ما بدهم يطعموكم غصبا عنهم، بدهم يطعموكم. ما وصلوا لبرات القرية إلا راكد واحد وراهم، يا قوم يا قوم خير؟ قال له فيكم من يرقي يلي بيكبس؟ أبو هريرة قال له نعم. قال له دخيلكم الأمير، الأمير قال له ما منكبس لحنا إلا بإجرة. قال له قد ما بدكم نعطيكم بس يطيب الأمير. قال له يرجع، رجع معه أبو هريرة، أمير عم يتألم، يا الله مسك الأمير من مصارينه قال له ما لحفلتك لطعمون، هدولي هدولي أحبابي وأحباب النبي تتركوهم مسكة مثل لحيموت. قال له بسيطة، قال له بس بتعطونا 10 خواريف. قال لهم لك إذا طاب قد ما بدكم نعطيكم بس يطيب. أبو هريرة حط إيده وقرأ الفاتحة، فاتحة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وبزق عليه بزقة تفعل عليه تفي. وجد الأمير الحمد لله ما بقى في شيء. قال لهم والله هدول مباركين لك، عطوهم عطوهم. قال طالبين 10 خواريف، بدنا 10 خواريف. قال لهم لك عطوهم 20 خروف، عطوهم. سيدنا أبو هريرة ساق قدامه 20 خروف مشي، وصل لعن جماعته، تفضلوا بسم الله والله أكبر تفضل. قال لا نحن ما بناكل. ليه؟ قال إيه أنت قريت الفاتحة تأخذ أجر على كلام الله؟ لك قال لهم الله مسأك لكم يا حتى يطعميكم. قال لا نحن ما بناكل. قال لكم تصطفلوا، دبح وشوى ويلي أكل معه أكل. لما أجوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام شكوا للنبي انه عم ياخذ اجره على القران، فتبسم النبي وقال ان خير ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، اي احلى اجره. وحسبوا للنبي حساب كمان ان الخواريف صلى الله عليه وسلم. فابني ولو قرات الفاتحه، لكن اذا دخلنا لعند المريض كيف بدنا ندخل وشلون بدنا نعود عند المريض؟ اولا لزيارة المريض تتوضأ قبل ما تطلع من بيتك،
هاي أدب من الآداب، توضأ قبل ما تطلع من البيت حتى تقبض الإجرة. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا، يعني لوجه الله، لا يريد ثناء ولا مدحا ولا مالا ولا طعاما، محتسبا، بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. أدي 70 خريف يعني 70 سنة. 70 سنة ابتعدت من جهنم. 70 سنة أظن ما بيسمع حس جهنم ولا يراها. 70 سنة بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. موفية، توضينا وطلعنا لزيارة المريض. طيب، وصلنا لعند المريض، كيف تكون الزيارة؟ أولا قال صلى الله عليه وسلم: أعظم العيادة أجرا أخفها. العيادة الخفيفة، ما تطول، خفف ما استطعت. وفي حديث آخر: أفضل العيادة أجرا سرعة القيام من عند المريض. دخيل النبي، ما أحلى ذوق النبي، هذا ذوق النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم العيادة أجرا سرعة القيام من عند المريض. يعني قديش لازم تكون الزيارة؟ الزيارة خفيفة، مقدار ما يحلب الناقة أو بين الحلبة والحلبة، بيحلبها شوي بعدين بينتظر دقيقة بيرد بيحلبها، هي اسمها فواق الناقة، هنأن لحظة. فهيك لازم تكون عيادة المريض، خفيفة ما استطعت خففها، مجرد ما تقعد عنده: كيف صحتك؟ خير إن شاء الله، والله صدري عم يجاني، بسم الله، قريت الفاتحة، أسأل الله العظيم، قل له ادعي لي، الله يوجه لك خير، قل له السلام عليكم. هون مستأنسين كذا، خلاص السلام عليكم، هاي عيادة المريض. قدم لك شيء بدك تاكل مشان تاكل، شكلي طاي، فنجان قهوة، كاسة شاي، جبور خاطري، قل له لا. قديش مر معنا الأجر تبعه؟ كله بتاخده بشكل طاي. أخذ شكل طاي، هي الأجرة تبعك، راح عنك البساتين وخوضك بالرحمة وغمرته الرحمة، كله خسر مشان يأكل شكل طاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا، فلا يأكل عنده شيئا، فإنه حظه من عبادته، من عيادته. شو أخذت؟ هذا الحظ تبعك، خسر البساتين وخسر الرحمة وخسر دعاء الملائكة وخسر، يا سبحان الله، بتوفي واحد يخسر هالعطاء الإلهي اللي النبي ذكرنا إياه: تبوأت من الجنة منزلا وفي مخارف الجنة، كله مشان سكرة أو فنجان قهوة. إيه بقى بيزعل المريض إنك والله إيشو أنا ما بيتاكل عندي شيء، بتكسر خاطري، قل له أنا ما بكسر خاطرك، إن شاء الله ربي بيشفيك، وذبح لي خروف وحياة عينك لآكل من عندك خروف، ما توا الله شفاك. أما في المرض لا، مع الأسف حتى المشايخ إذا زرته عم يقدم لك شيء. أنا رحت زرت بعض مشايخي يلي قدم لي، ما بيصير
يا أستاذ، قال لي هي اعتبرها جبر خاطر. قلت له يا سيدي، قلت له جبر خاطرك أعظم ولا جبر خاطر النبي أعظم؟ قال لي لا، جبر خاطر النبي. قلت له النبي أمرني أنه ما أخذ شيء، فخالف النبي مشان خاطرك يلي قاعدين حوالي. قال والله ما سمعنا نساء هيك الحديث. فلذلك أنا حريص أنه يكون أجري من عند الله مو من عندك. متى ما طبت عمل لي عزيمة وبيجي باكل عندك، ما فيها شيء. أما هلأ مريض ما في، أما مريض وبالفرشة وساولنا فنجان قهوة وساولنا كاسة شاي وجيبونا فواكه وكذا، المرة بالبيت عم تشتغل عم تغسل هاتي فنجان قهوة، عم تطبخ هاتي كاسة شاي هاتي، بتقول لك الله يصف عمره أو يصف عمري ويخلصني. ما هي الإسلام قال لا لا لا، خليك يعني بشغلك. بيفوتوا بيطلعوا ما حدا بيتناول عند المريض شيء. فشو رأيكم، الإسلام فيه ذوق ولا ما له ذوق؟ هذا الإسلام لك ابني، بينما أنه بيروح بيقعد عند المريض بجيبوا له كاسة شاي، بعد منا فنجان قهوة، بعد منا قز القرد، ولسه وقاعد شو عم تساوي؟ يا أحبابي، كل واحد منا بيعرف لما بيمرض الإنسان بيكره واحد يحكي معه زيادة. أو قاعد طيب بركي آخذ شربي، بده يطلع لبرا، قاعد دامك وعم يكزكز وعم يصفر ويتلون، لسا أنت قاعد وشلونك؟ إن شاء الله بخير. لك شايفه صرت سأله ثلاث مرات عم يكزه، الله يعيني. له الله يعيننا الله يعيننا، قاعد شلونك؟ إن شاء الله بخير. يعني بعض أوقات تتقل ما هي؟ يعني في كتار بيطلع غليظ. فصلى الله عليك يا رسول الله، أعظم العيادة أجرا شو هي؟ سرعة القيام من عند المريض. عود أرى فاتح وفز. الله يوفقكم لهالأدب هذا. هاليوم عندكم أدب، أدب المريض، فالله عز وجل يجعل أدبنا متبع لسنة رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد. غفر الله لمن حضر، ونور الله قلوبكم جميعا، ورضي الله عن كل من حضر هذا المجلس يلي بتم مشان الأسئلة. والدتي تريد أن تقرضني ثمن سيارة شاحنة صغيرة من أجل أن أعمل عليها، بشرط أن أصمد لها المبلغ وأعيد إليها في كل شهر مبلغ محدد، فبما تنصحوني؟ هل أقبل؟ جزاه الله عنك خيرا. هذه الأم الحنونة العطوفة، لكن أنت سجل السيارة باسمها وبتشتغل عليها وبتصمد لها المبلغ، ما تدفع لها جزء جزء. إذا بدها هي معلش، أما تصمد لها المبلغ كل شهر، بتصمد لها المبلغ، تفتح حساب بالبنك تصمد لها إياه، لما بصيب تدفع لها إياه كله. وهذه الأم أحسنت إليك فأحسن إليها مع البر والخدمة، وجزاك الله عنك خيرا. طيب، ما الحكمة بأنه لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقت الجن بالشهب لأنهم كانوا يسترقون، ألقيت الجن بالشهب لأنهم كانوا يسترقون السمع، وهل كانوا يلقون بالشهب بزمن سليمان؟ لا بابا، لما بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشياطين والجن قذفت بالشهب، لأن التشريع الإلهي
تشريع كامل إلى قيام الساعة. فما الجن يسترقوا شيء ويزيدوا على القرآن أو ينقصوا ولو كلمة واحدة. فحفظ الله القرآن بشهب السماء. زمن سيدنا سليمان ما نزل عليه كتاب، سيدنا سليمان ما نزل عليه كتاب، لذلك كانت الجن يوحوا بعض إلى بعض إلى أن سليمان عم بيسحر، سليمان كذا، نسبوا إلى سيدنا سليمان كثيرا. فأما نبينا عليه الصلاة والسلام فحفظ الله له القرآن. يلي عم يشتغل ميكانيكي وكهرباء اشتغل يا ابني، كل الشغل هيك صاير، اشتغل ومشي حالك، ما بدك بيروحوا لعند غيرك. هل نستطيع ان نقول لاخ مسلم المريض بان لا ياتي للجامع من اجل ان لا يعدي المسلمين مثل القريب والسهلة والرشح؟ المريض إذا كان مرضه بيعدي ما منقول له لا تجي على الجامع، لكن منقول له دائما خليك حامل محرمة حاططها على تمك، بيحضر إن عطس بالمحرمة حتى لا يزيء الغير. وإذا كان ما عنده هالمعرفة والأدب فالأفضل أن لا يأتي حتى ما يزيء الغير. استقاء وخرج ما في بطنه غصبا عنه فهل يفطر؟ القيء إذا خرج من الإنسان فلا يفسد الصيام مهما خرج، إذا كان القيء لحاله ما بيفسد، إلا إذا أنت حطيت إصبعتك وتآيت فسد صومك وعليك القضاء. لكن إذا طلع القيء لحاله ما في عليك شيء، تغسل تمك وصيامك صحيح. قال في نفسه سرا إذا فعلت كذا فزوجة طالق، فهل يقع طلاق السر؟ إذا تلفظت به وقع، وإذا ما تلفظت ما وقع. لا يتعامل الإنسان إلا على ما يتلفظ به، فعند التلفظ بقع، فإذا كان بنفسك فقط هذا ما بقع. ما جزاء زوجي يجبرني على الإسقاط في الشهر الأول وعندي أطفال؟ المرأة تطيع زوجها بما أراد، فإذا كان أطفال وخايف على الأطفال وبالشهر الأول فلا مانع، ممكن ما يكون عنده قدرة، ممكن ما يكون عنده استعداد لبقية الأولاد. كيف نزداد تقربا من الله في العشر الأخير؟ ولماذا ليلة القدر هي خير من ألف شهر؟ وهل من درس خاص بليلة القدر؟ إن شاء الله. ليلة القدر هي ليلة العمر، في هذه الليلة يكون تجلي عام على أمة سيدنا محمد، فمن أدرك هذه الليلة بصيام وقيام ودعاء غفر الله له عبادة أفضل هالليلة من عبادة 83 سنة. فاللي بيكسب هالليلة هي كسب، وما شرط ليلة القدر تشوف الشجر نامت ابنيها، شجر نامت على الأرض أو البنايات بدها تنام على الأرض ما لحت نام، هذا حكي. ليلة القدر ليلة الشرف، أن يتشرف قلبك في تلك الليلة بذكر الله، هي ليلة الشرف. فإذا تشرف قلبك بذكر الله وتشرفت بتلاوة كتاب الله هي ليلة القدر تبعك.
وأفضل التقرب إليها صلة الرحم، بر الوالدين، هذا أفضل ما يكون في تلك الليلة قبل ما تأتي ليلة القدر. صل أرحامك وبر والديك وأحسن إلى الأيتام وأطعم صائم، ففي تلك الليلة يصافحك جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هي الآيات التي يجب أن نؤمن بها؟ آيات القرآن، آيات الأوامر وآيات النواهي، ألف أمر وألف نهي، فبدك تمتثل الألف أمر وتجتنب الألف نهي. هذه آيات القرآن، وفي آيات منظورة، هي آيات مقروءة. الآيات المنظورة أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، فالبحر آية والجبل آية والشجر آية، كله يدل على الله. حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ما هي سنته صلى الله عليه وسلم؟ سنة الأحاديث التي وردت. هلا أنتوا شو عم تسمعوا؟ هاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالطبق والأحاديث، هذه السنة. سنة الخلفاء الراشدين مثل صلاة التراويح. سنة مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهي سنة الخلفاء الراشدين من بعده. شايف الشيخ مرتين قد رأيتكم مرتين، أيقظتموني في الأولى بقولكم إذا كنت من أهل الحب فاستيقظ، فاستيقظت، والثاني أيقظتموني بقولكم استيقظ للتهجد فإني أريد أن أجعلك من الأولياء فاستيقظت. إن شاء الله ربي بيحقق لك الآمال، فخليك ثابت يا ابني، لازم، والباب مفتوح، يلي بيدخل من الباب بيصلي المحراب، لكن تصلي المحراب من غير الباب ما بيصير، فلازم وفقك الله. صلاة الجماعة بتزيد 27 درجة عن صلاة الفرد، فهل تسبيحات الصلاة تزيد هكذا؟ التسابيح والقراءات والأعمال كلها في زيادة. يلي بيعرف صلاة الجماعة، لو تحاربنا بالسيوف على صلاة الجماعة، لو عرف المسلم نتقاتل بالسيوف. فالله يوفقنا ويوفقكم. التكبيس له وضع خاص وأهل خاصون به؟ طبعا كان يعني أستاذ الإنجليزي، كل واحد أستاذ إنجليزي، كل واحد فيكم شوفير، إلا شيء خاص بالطبع، كل واحد له خاص. والحجاب هل له أماكن معينة في الجسم أو البيت؟ بيحمله متى ما حمله بيمشي الحال. صلاة التراويح 4 ركعات، يكترن شوي، كترن شوي، منكتر لك الإجرة، يعني أحسن ما يكون 4. بيصح تصلي يا ابني وانت راكب السيارة، وانت راكب بسكليت رايح على البيت، صلي وانت راكب، بيصح. وصلنا مبلغ من السعودية، جزء منه خصصه من تصدق بهذا المبلغ لأطفال يتامى ومساكين، وحدد نصيب كل واحد منهم، والجزء الآخر طلب منا توزيعه بمعرفتنا لمن يستحق. السؤال، هل يجوز توزيع كامل المبلغ دون الرجوع إلى ما كان قد طلبه منا ذلك الرجل؟ لا، ما دام عين فكما عين يصرف. عندك استعداد تصرفه كما عين، ما عندك استعداد اعطيه لمن عنده استعداد يصرفه كما عين الرجل. عمري 19 سنة وخطب لي أهلي من نويتها، واختلف أهلي وأهلها على عقد القران،
فهل أتابع الخطبة سنة كاملة دون عقد أم ماذا أفعل؟ لا، إذا ما صار وفق خليك بعيد. الأهل إذا وافقوا على بركة الله، عمل جهدك أنه تحل الخلاف بيناتهم وترجع المي إلى مجاريها. بالتابع إذا كان بتوافق أهلك تبذل جهدك معهم يوافقوا. أما لا تلتقي مع الفتاة يا ابني سرا لئلا يقع بينكما شيء. سؤال: هل القبلة نهار رمضان القبلة ولا القبلة؟ شو رأيكم؟ القبلة ولا القبلة؟ ايه انتوا عرفتوا دكان. هل من نهار رمضان مع المداعبة من الرجل لزوجته حلال او حرام؟ ما في حرام، حرام ما في، حلالك، لكن خذ احتياطك. الطاقة اللي بده يجي من الريح سده واستريح، بما مد ايدك وبما تقبل ممكن الكهرباء تصير تيار عالي، فخليك لحالك احسن، خليها العشية، اصبر لك ساعتين زمان واحصل لك. ما توقع حالك في ازمة يا ابني، لانه متى ما الرجل حصل معه حركة تلتين عقله راح، تلتين عقله بيفقد. اذا فقد تلتين عقلك بيتلد، ما نعرف بقى التلد شو بيصير فيه. زوجان افطرا بعذر شرعي كالسفر، فهل جماعهما رمضان نهار رمضان فيه شيء؟ لا اوعى، أذن لك بالإفطار للسفر لتعبك. أما تكيف بالنهار بدك تصوم 60 يوم متتابعات، هو الإفطار فقط لتعب السفر. أما نحن ما بدنا نتعبك بالسفر، جيت تتعب حالك بمحب واحدة تانية بدك تحط بعدين كفارة. خلينا دائما على احتياط. عملي ليلا ومضى علي فترة ولم أرى زوجتي، دخلت البيت نهارا فضممتها وقبلتها حتى كذا. عليك القضاء يا ولدي، عليك القضاء مع التوبة إلى الله والاستغفار. ما وجب عليك كفارة، لكن عليك القضاء فتقضي هذا اليوم. كي لا تصرف كثيرا فهل من حرج؟ اجتهد ان لا تعرف. بصح ادفع فاتورة الكهرباء عن اخي الفقير على انها زكاة، لانه محرج لا يقبل مني الزكاة. انت ليش لا تعطي زكاة؟ ما بينعطى الفقير زكاة، ما بتقول له هي زكاة، قل له هي هدية مني إلك، أنت قايم زكاة، لكن بتقدمه للفقير بصورة هدية ما بصورة زكاة. قل له والله هي زكاة الفطر تبعي وهي زكاة المال تبعي. هذا ما في يعني لباقة ولا في أدب. فدائما الفقير نقدم له هدية، هي بتكون زكاة حتى ما ينكسر خاطره، تشعر انه انت فقير وانا غني وهي زكاة مالي. لا، نؤديها له هدية. فبتقول له ما بتقبل مني هالهدية هي، اعطيه هدية. هل هذا من الحديث اعمل ما شئت فكما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل تكتار؟ نعم، هذا حديث. هل تأذن لي جبر خاطر بزيارتكم في المزرعة لأمر ديني؟ ما في مانع، بس بعد رمضان. برمضان ما عم قابل أحد،
أنه عندي ضغط في الأعمال، يعني دروس ومطالعات ودروس مسائية ودروس صباحية، هذا كله بده تعب ابني، ما بيجي هيك. ففي رمضان ما عم قابل أحد، لذلك بعد العيد إن شاء الله. هاي آخر سؤال. لا والله مو سؤال. خلدون داود هون، الله يرضى عليك ويبارك فيك، كاتب أبيات: أخي راقب الله ما زلت موقنا، يعزك الله في كل حال، في كل حال، واطع الله ما دمت ميتا، ومفارق الدنيا لا مجال، أو اعص الله ما كنت مدركا، أنه الشباب راجع لا محال. أحيي حياتك بالحب دائما، أحيي حياتك بالحب دائما، ولا حياة إلا بحب الله والرجال، وأصبح قلبك بالله مشرقا، واغرب عن سوى الله جوارحك والمقال، إلى آخر الأبيات. الله يرضى عليك ويتقبل منك. وهي كمان لح نحطها أماني عند الأستاذ محمد، وصلى الله على سيدنا. ما دعينا لكم؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشملنا واشمل من حضر معنا جميعا، اشملنا بعنايتك وحفنا برعايتك، وخذ بيدنا لطاعتك ومرضاتك، واجمعنا جميعا تحت لواء سيدنا محمد غير خزايا ولا ندامة، واسقنا جميعا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارض عنا وعن أهلينا وأولادنا وذرياتنا وأصهارنا رضاء لا سقط بعده، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.